أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. في هذه الفترة هذه راح يكون 22 فبراير هو اليوم العالمي للكشافة العالمية. والشاط يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل. اليوم راح نحكي قصة للمرحوم القائد حسين عبد العالي. القائد حسين عبد العالي هو رائد من رواد الكشافة الإسلامية الجزائرية بامتياز، أفنى عمره في الحركة الكشفية. عمو يزيد لكم أغنية جميلة نقول فيها حينا. في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. ثم أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم عليكم إلى ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد. عمو يزيد.